لنعرف أكثر مع الصحافة ومع الكاتب جورج حوراني. جورج هو كان موجود بلبنان، كان عايش حياته مثل ما مثله إلى أن أجت حرب تموز عام 2006، وأخذت جورج على مطرح تاني وفتح حياة جديدة بفنلندا، وهنيك صار بيته التاني. قدر يلخص هيدي الرحلة وقدر يلخص المعاناة يلي عايشها كلبناني بلبنان، ومن بعدها البواب يلي انفتحت له مع العائلة الحلوة يلي أسسها بفنلندا بكتابه هوم كومينج يلي رح نحكي عنه هلا. صباح الخير جورج حوراني، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير مريات، وشكرا كثير على الاستضافه، هيدا شرف لإلي يكون موجود اليوم معكم. يعني انا استغليت هالكم يوم يلي انت جاي فيهم على لبنان كرمال نقدر نعمل هاللقاء ونحكي فيهم عن الكتاب يلي حضرتك اصدرته. اول شيء، اي متى صدر هيدا الكتاب باللغه الانجليزيه؟ بجولاي بتموز هيدي السنه. أوكي. والهوم كومينج، وهلا انا بالهوم كومينج، ذيس از ماي هوم از ويل، هيدا بيتي وهيدا وطني، وما فينا إلا ما نرجع كل سنة. هوم كومينج هون أو فنلندا؟ الكتاب هو هو بيطرح هالمزيج، هالخليط الحلو بين حضارتين، بين هويتين مزجوا بطريقة عجائبية، والنتيجة كانت هالعائلة الحلوة اللي أسستها. جورج، أنت طالع من حرب، يعني بال 2006 كانت خربانة الدنيا، كانت قيمة القيامة، ما كان حدا بيدرى كيف رح تكون يومياتنا يعني، وأنت فليت ما بين الحرب وما بين السلم، يعني فليت من بلد منكوب مدمر، ما في هيك ما في نفس مثل ما بيقولوا من دون أزيف وين ما كان، على بلد كتير فرق. كيف هيك، كيف كانت الوصلة؟ خليني أقول البداية كانت بيوم عيد ميلادي ب 27/7/2007، بتعرف على زوجتي بالمطار، ويكون في أحد الأقارب من ألمانيا وعم بودعهم، وكانت هاللقاء الأول بيناتنا، استمر تقريبا سنة تقدرنا عملنا علاقة الزواج، وتكلت على علاقة الحب بالزواج. هو الكتاب، ترجع أنا للكتاب أكثر كمان بالمقدمة، الكتاب هو قصة حب، قصة حب حملتها أنا معي من الطفولة لهلأ، وبعتقد لنهاية العمر، مع وطن، مع بلدي اسمها جديدة مرجعيون، ولدت فيها وربيت فيها مع مدينة بيروت اللي بعشقها حتى الثمالي، وفي غصة بقلبي لما برجع بزور بيروت بهالوقت، بحس انه بيروت كئيبة، بيروت حزينة، ولكن لازال هناك امل، والكتاب كله مليان فياض بالامل، انه مهما كانت الطريق شاق او صعب لنا، ممكن بلحظة تتغير بطريقة دراماتيكية لنوصل لبر الأمان. يعني أنا كان قصدي أنه اليوم لما شاب مثلك يسافر ويفتح هيك صفحة جديدة، يعني شو كانت النظرة قبل لبرا؟ يعني بنسمع كلنا بفنلندا، يعني خليني أقول من أرقى دول العالم وأكثر شعوب متطورة بالعالم، واليوم أصلاً كنت عم بقرأ أرتيكل عن فنلندا هيك ثاقبت بالصدفة أنه هيك الأولى من حيث العلم، ما في بوليوشن عندكم، ما في تلوث، يعني عايش ببلد كتير فرق عن 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 مطرح ما انت ربيت وخلقت، واكيد رح تعشق هيدي الارض ورح تضل تعشقها، بس هيك لاول وهله شو بتحس؟ بتحس انك انت نائم على اللي عملوه ببلدنا؟ بتحس انك انت انه ليه نحن ما فينا نكون هيك؟ او انه بتقول انه لا خلص كل شعب راضي بنصيبه؟ لا اقدر اجاوب على السؤال، حابب كنت بالبدايه اقول كمان اكثر انه اذا غيرنا نحن الادرس، الهوم ادرس تبعنا، ما بنقدر نغير هويتنا. انا لما انتقلت على فنلندا، انا انتقلت بجروح من الماضي، بتروما اللي هي التروما الحرب، ذكريات الحرب كانت حاضره معي. كنت عم خبر احد الاصدقاء بلقائنا امبارح بنعشيه، انه انا لما بكون عم زور أحد الأماكن بفنلندا وبتكون مشابهة شوي للبنان، بصير في عندي نوع من الاسترجاع لذكريات أليمة مريت فيها، أو لما بسمع صوت طيارة أو صوت انفجار كتير كبير، هن بيعملوا ممكن يكونوا عم بيعملوا رينوفيشن على الطرقات أو إصلاحات.
هيدا الصوت بيخليني احس بخوف او بحس بقلق انه شو عم بيصير. مرات كثير بقول لزوجتي انه وي هاف تو ليف، لازم نترك اذا في شيء، مع انه ما بيكون في شيء. صاير عندك هيدا الخوف بعده مرافق؟ انا مريت بمرحله ال بوست تروما ديزوردر اوردر او البي دي دي اس، يلي هي كانت هي مايلد او كانت خفيفه عندي هالمرحله، لانه عشت على عن قرب الحرب. أنا كنت عشت فترة 20 سنة تحت الاحتلال الإسرائيلي بجديدة مرج عيون. بعدين اشتغلت بالنهار، ومديري بالنهار توفى تم اغتياله. بعدين كنت تعرضت لعدة مراحل صعبة وأليمة كانت كمان. وباقية محفورة عندك؟ وباقية محفورة عندي. يعني هيدي مثل انسان هيك مكبل، في قصص مكبلته مع انك فليت ومع انك طبعاً غيرت طبعاً. مثل ما انت قلت غيرت يمكن المكان، بس ما غيرت هويتي من جوا، ما تغيرت من جوا. بقيت هالانسان يلي ممكن يعصب على اي لحظه، بقيت هالانسان يلي ممكن ينفعل بسهوله او يكون حامل معه الثقافه الشرقيه اللي هي ببعض المحلات كثير منيحه، وبعض المحلات يمكن ما تتماشى مع الهويه الفنلندية أو الأوروبية بشكل عام. الكتاب بيحكي كتير عن هالصراع الداخلي اللي أنا عشته، خصوصا بالبدايات حياتي بفنلند. هلأ شوي بقول أنا إنه هوم كومينج، أنا ببيتي، أنا بوطني الأول أو الثاني، خلينا نقول فنلند وطن الأول لبنان. دائما عندي هالعلاقة، هي في جدلية العلاقة بوطنك الأول، لأنه بتحب يكون مثل ما أنت بتتمنيه، بس لما بتشوف الأخبار، لما بتسمع عطول هالنيوز، نحن أونلاين بفنلند بهلسنكي أو بلاهتي، منحس انه هيدا الوطن ما عاش يشبهنا، ونحن اليوم منحس انه لازم نكون عم نعمل شيء كثير مهم للبلد تنرجع. الرجعه والاستقرار بلبنان بتعتبره امر مستحيل؟ ابدا. الكتاب باخر لحظه بالكتاب بقول انه از ام رايتنج ذا لاست سنتنسز، لما عم بكتب اخر جمل بالكتاب، في صوره طفل بتتبادر لذهني عم يرقص عم يمشي وعم يلعب وفرحان قدام اهله وقدام اجداده ويلي سبقوه، يلي هن بالسما موجودين عم بيشهدوه. وهيدي صوره الطفل، هو الطفل اللبناني، هو كل طفل لبناني بكره رح اهله يشوفوا انه عم يركض وعم يفرح قدام عيونهم، واجداده عم بيقولوا انه هيدا الوطن رجع عمر. طيب جورج، كمان حكي قصص مهضومه بالكتاب، يعني خليني اقول مغامرات اللبناني بفنلندا طبعا، فيما يتعلق بالاكل، باللغه، بالحوار، بالهيك التواصل مع الاخر. خلينا نبلش باللغه. صباح الخير يلي هي هيفا هو منتا بالفنلندي، لقيت صعوبه. هيفا هو منتا يلي هي صباح الخير، هيفا هو منتا، كل هيدي لنقول صباح الخير يلي ممكن كانت شوي افهمها بطريقه مختلفه، لانه كنت فكرها هو من أنت يعني بالعربي، ولكن جربت أعلم زوجتي اللي اسمها نومي، من وجه لها تحية إذا سمعنا. صباح الخير لنومي. أكيد يمكن ما بتقدر تتابعنا، رح تتابعنا بالترجمة بعدين بالريران. ممكن بصباح الخير جربت إلا أنه نتعلمها أكثر صباح الخير، تقول لي خ صعب شوي. صحيح، اللهجة اللغة العربية، وإن عنا هيك كم حرف بيبقوا سائلين على الأجانب يعني. وبعدين عادتنا على الترويق أو على الغداء مع الأطفال، مع زوجتي، كتير هيك منحس في إشياء مرح على الطاولة، لأنه بقول لهم مثلا هالأكلة من الإشياء اللي كتير بيحبوها معمول. بيقول لي الصبي عندي بيقول لي I have to get معمول، كثير بيحبوا المعمول. اوكي، عم تحكي معهم عربي للولاد؟ بحكي عربي شوي، مرات كثير بتفهم بطريقه غلط، لانه الكلمه العربيه لها معنى مختلف عندها باللغه الفنلنديه. مثل يعني كيف يعني؟ في كثير امور، مثلا في اشياء متشابهه يلي هي الخارطه الماب يلي هي كارتا باللغه الفنلنديه. في اشياء كثير غريبه عجيبه، يعني لنقول ممكن واحد يفكرها بطريقة بس يعني أنت بالبيت عم تحكي فنلندي مع الأطفال، ومع عائلتك بلبنان بتحكي عربي ومع زوجتي إنجليزي
يعني ثلاث لغات بنفس على نفس الطاوله نفس الطاوله مظبطها مظبوط يعني حلو هيدا الشيء. زاروا اولادك لبنان جورج؟ بيعرفوا البلد؟ البنت الكبيره زارت لبنان كان عمرها 3 سنين والبقاوة ما قدرنا كنا موجودين كعائله يعني. بالاخر جورج اذا بدي اقول شو الهدف كان من هيدا الكتاب، يعني شو هيك الرساله الاخيره اللي وجهتها لكل الاشخاص اللي كانوا عم يقروا؟ هي مثل ما قلتي تفضلتي بالبدايه، الكتاب هو مزيج من كثير امور، هو السياسي، هو الصحافي، هو حتى الاكل، الاكل اللبناني، هو السياحه لفنلندا. في عده رسائل، اول شيء اول رساله منها انه ما نفقد الامل. الامل دائما موجود. انا لما تركت بشنطه، شنطه على ظهري، كثير كنت متوتر وكثير كنت تعبان، ما كان في عندي حدا حتى من افراد عائلتي حوالي. بعدين الحياه اعطتني فرص افضل، رجعت عملت جامعه بهلسنكي، رجعت تعرفت على فريق عمل اعلامي واشتغلت معه بهلسنكي او بفنلندا. دائما هناك امل بالحياه وما نفقد الامل، لانه ما بنعرف شو المخبينا باخر من نهايه المطاف. سالت حالك لو ما بهيدي الحرب انت حملت حالك وفليت بهالساك الصغير يلي حملته، كيف كانت معقول تكون حياتك؟ فعلا، وكتبها بي على الغلاف الكتاب انه لو انا ما اتخذت هالقرار وتركت قرارات انه اترك البلد. عفوا انا عملت اتصال مع اختي الكبرى وقلت لها انه راح اترك البلد، شجعتني. وكان بعدني مذكر كان معي النوكيا، بتعرف التليفونات كانت بوقتها صحيح. يعني كانت ايدر نوكيا او تليفون الاريكسون يمكن كان بوقتها 2006. ما كنت متوقع انه راح ارجع اتعرف على زوجتي من فنلندا ويكون في عندي بيت جديد، لانه استقبلوني اهلها والمجتمع المحلي حسسوني انه انا واحد منهم. ما حسيت انه بأي نوع من العنصريه او عدم القبول للاخر او يعني هيدا الشيء يمكن كمان يلي بخلينا نرتاح وين ما كنا موجودين، هو الاستقبال، هو هالمعامله الانسانيه يلي هي بتتفوق على كل شكل من اشكال العنصريه او الطائفيه طبعا. او غيرها، لانه بالاخر نحن بشر، نحن ناس، يعني كيف بتعامل تعامل، هيدا هي الفكره. بدي جرب وصل كمان رساله ثانيه من الكتاب، الهوم كومينج، الهوم او البيت او المنزل او حتى الوطن منه هو بس مساحة جغرافية، هو مثل ما تفضلتي حضرتك انه هو قبول الاخر، هو المحبة، هو نحن نحس حالنا منتجين بالمجتمع، نحس حالنا مقبولين. نعم. هيدي هو فكرة انه هوم كومينج، انه نحن لازم نرجع لذواتنا اول شيء ونرجع لمشاعرنا الحقيقية اللي نحن يكون عندنا احترام للاخر، لانسانية الاخر. صح. مهما انتمى لاي دين او اي طائفة او اي باك جراوند سياسي، يعني ما لازم يكون عندنا اي مشاعر حقد او انتقام من شخص بينتمي لغير طرف سياسي او غير طرف او غير باك جراوند ديني. صحيح. وهيدي هي الهوم، انه نحن لازم بتنوعنا نكون نحن بوطن. شكرا لك جورج حوراني، شكرا لوجودك معنا، تحياتنا لكل العائله، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.